بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد من اللقاءات التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية، واللي احنا بنكون متعودين مع حضراتكم ان احنا بنشتغل يوم الأربعاء في برنامج مسؤول على الهواء. وإن شاء الله النهاردة موضوعنا الرد عن الاستفسارات وحل المشكلات الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وبالإضافة لكده طبعا إزاي إن إحنا نشتغل على منظومة الفواتير الإلكترونية بوجود أي مشاكل نقدر نحلها إن شاء الله. في البداية طبعا حابب ان انا اتوجه بالشكر لفخامة رئيس مصلحة الضرائب المصرية والسادة رؤساء القطاعات والسادة العاملين في مصلحة الضرائب المصرية وكل من هو ليه دور كبير في عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية. الحقيقة منظومة الفواتير الإلكترونية هي إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، واللي ابتدينا فيها من 30/6/2020، وكان التشغيل على منظومة الفواتير الإلكترونية على 8 مراحل، وكانت المفروض المرحلة الأخيرة لمنظومة الفواتير الإلكترونية في 15/12/2022، إلا إن تم مد تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية حتى 30/4 من الشهر الحالي. وبالتالي كل المنشآت يجب عليها إنها تتسجل على منظومة الفواتير الإلكترونية، سواء كان حضرتك منشأة فردية أو حضرتك شركة، كان سواء كان شركة قطاع خاص أو شركة قطاع عام. منظومة الفواتير الإلكترونية خطوات التسجيل فيها زي ما احنا عارفين أو خطوات الانضمام فيها عبارة عن 4 خطوات رئيسية. الخطوة الأولى هو التسجيل على منظومة الفواتير الإلكترونية، وطبعا عندي في طريقتين لعملية التسجيل على منظومة الفواتير. الطريقة الأولى هي عملية التسجيل العادي، وده بالنسبة للمنشآت الفردية، والطريقة الثانية هي التسجيل الذاتي، وده بيكون بالنسبة للمنشآت اللي بيكون الشكل القانوني الخاص بيها شركة. بعد ما بنقوم بعملية التسجيل بنقوم بعملية الأكواد، والأكواد دي هي عبارة عن إن كل السلع والخدمات اللي حضرتك بتبتدي تشتغل عليها لازم يكون ليها أكواد. وبنأكد تاني إن في نوعين من الأكواد، هو كود الجي اس 1 والكود التاني هو كود الاي جي اس. بعد كده بنبتدي نقوم بعملية إصدار الفاتورة، وعلشان نقوم بعملية إصدار الفاتورة هنا بيبقى في عندي مقاومين رئيسيين. المقاوم الأول هو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، وطبعا كلمة توقيع إلكتروني بتكون يعني ماشي أكتر مع المنشآت الفردية، والختم الإلكتروني بيكون ماشي أكتر مع الشركات. وبعد حضرتك حصولك على الختم الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني بيتبقى إنك أنت إزاي بتبدأ تصدر الفاتورة، وهي دي المرحلة الرابعة. وإصدار الفاتورة بيتوقف طبعا أنت شركة لو عندك ERP سيستم أو برنامج حسابات، فلازم تبدأ تعمل عملية التكامل. أما لو حضرتك مش عندك ERP وبيبقى عند حضرتك فقط جهاز كمبيوتر أو موبايل، بتبدأ تستخدم الموبايل أبليكيشن أو بتبدأ تستخدم الكمبيوتر بتاعك لعملية إصدار الفاتورة. دول الـ4 خطوات رئيسية.
هي خلال الفترة الأخيرة بدأت تظهر مجموعة من المشاكل، واللي إن شاء الله بإذن الله هنحاول نعرض لحضراتكم جزء من المشاكل العامة لكتير من الممولين، بحيث إنك أنت لازم تاخد بالك كممول أو كمشاهد ليا في حلقة النهاردة، تاخد بالك منها وتبدأ تتحوط من الأمور اللي ظهرت خلال الفترة الأخيرة. المشاكل بتاعتنا ممكن نقولها أول حاجة مثلا مشكلة خاصة بفواتير المشتريات، نبتدي بيها مثلا، دي أول مشكلة. مشكلة فواتير المشتريات في الوقت الحالي بدأت ناس بتشتكي من حاجتين. الحاجة الأولى هي إن في جزء كبير من الممولين بيستقبلوا فواتير وهي فواتير ما بتخصهمش، وده معناه ان في حد طرف تاني بيقوم بعملية اصدار الفواتير بشكل عشوائي وبشكل غير دقيق، وبالتالي لازم عليك انت لما بتاخد فاتورة وهي الفاتورة الخاصة بحضرتك لازم تبدأ تراجعها، لازم تبدأ تشوف هل هي الفاتورة دي سليمة بالنسبة لك ولا مش سليمة، لأن إن حصل وإن الفاتورة دي ما كانتش بتاعتك فعليك إنك أنت لازم تقوم برفض الفاتورة بتاعتك، لأن عملية رفض الفاتورة ده إجراء مهم جدا، حتى لو الطرف الثاني قام بعملية رفض الرفض فده بيقع مسؤولية على عاتق المصدر وليس على عاتق المستلم. طب مدة الرفض قد إيه؟ مدة رفض الفاتورة بتبقى 7 أيام من تاريخ استلامها. طيب نتخيل إن عدى الـ7 أيام وحضرتك لسه ما قمتش بعملية رفض الفاتورة. في الحالة اللي زي كده بتبدأ حضرتك بقى تتوجه إلى المأمورية اللي حضرتك تابع ليها وتقول لهم أنا عندي مجموعة من فواتير المشتريات جات لي وهي الفواتير دي مش بتخصني، تمام، وبتبتدي حضرتك المأمورية تاخد إجراءات الخاصة بعملية الفواتير اللي مش الخاصة بحضرتك، وبنبتدي نوجهها بإجراءات داخلية في المصلحة عشان نتجنب تلك المشكلة. فدي بتعتبر من المشاكل اللي موجودة في الوقت الحالي، ولازم حضراتكم تخلي بالكم من الفواتير، ولازم تخلي بالكم حضراتكم من بورتال المشتريات. واحنا في مصلحة الضرايب لما جينا عملنا البورتال الخاص بمنظومة الفواتير ساعدنا حضرتك انك انت تطلع على الهيستوري بتاعك كله من خلال فواتير المشتريات بتاعتك بطريقتين. الطريقة الأولى انت ممكن تبص تنظر او تبدأ تطلع على الفاتورة نفسها، والطريقة الثانية انك انت ممكن تنزل الفواتير بتاعتك، تعمل لها داونلود الفواتير بتاعتك، سواء الفواتير بتاعتك دي كانت في شكل اكسل شيت او بشكل جوسون، دي يعني طرق لعملية استخراج الفواتير. وفي الحالة اللي زي كده بتبقى الفواتير موجودة عندك تقدر تراجعها. مردود ده طبعا ان الفواتير دي لازم تكون ليها مردود على الاقرارات الضريبية بتاعتك، سواء كانت اقرارات الضريبة على القيمة المضافة او اقرارات المرتبطة بالخصم تحت حساب الضريبة او الاقرارات المرتبطة بضرائب الدخل، فعليك انك انت تبتدي تراجع الفواتير دي من وقت للتاني علشان خاطر تبدأ تتجنب مخاطر الفواتير التي لا تخص. في الفترة الأخيرة بدأنا مشكلة تانية من ضمن فواتير المشتريات، بدأنا يعني تظهر على السوشيال ميديا، ينتشر إن في شركات بتقوم بعملية بيع فواتير إلكترونية وهمية، وإن في ممولين ممكن يستجيبوا للموضوع ده، وده طبعا بالنسبة لنا خطر كبير جدا جدا إنك أنت تتجه إلى الموضوع ده، لأن من السهولة جدا عندنا اكتشاف تلك الشركات وإنت هتعرض نفسك إلى عقوبة خطيرة جدا ممكن توصل للسجن 5 سنين، لأن ده يعتبر حالة من حالات التهرب الضريبي. فبالتالي يا ريت يا جماعة نتجنب هذه الأمور دي بشكل
بشكل كبير، واحنا كمصلحه الضرائب المصريه بنبذل مجهود كبير في حصر تلك الشركات اللي بتقوم بعمليه اصدار فواتير الكترونيه بشكل وهمي، وده الحقيقه امر غير محمود وغير مقبول نهائيا. لما نيجي نتكلم على مشكله برضو او يعني ازاي نبدأ نشتغل عليها بشكل قوي، هي مشكله الاكواد. زي ما احنا اتفقنا ان الاكواد في جمهوريه مصر العربيه عباره عن نوعين من الاكواد، الكود الاول هو كود الاي جي اس، والكود الثاني هو كود الجي اس 1. بنلاقي في شركات لسه مستمره على استخدام الاكواد اللي بتبتدي ب 8 تسعات، لسه ما زلنا الشركات بتستخدم الاكواد اللي بتبتدي رقم 1000. الحقيقه الموضوع ده احنا عاملين له اتاحيه لحين ان حضرتك تبدا تستخدم كود الاي جي اس او تستخدم كود الجي اس 1. والحقيقه احنا بدانا نشتغل على الموضوع ده بشكل قوي الفتره الاخيره، والحمد لله بدانا يعني نكتشف بعض الحالات اللي لازم انت تجنبها عشان ما تقعش في الامور اللي بتؤديك انك انت تعتبر من الملفات عاليه المخاطر. لما نيجي نتكلم بعد كده على المشكلة اللي بعد كده، وهي مشكلة التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني. الحقيقة الأسبوعين اللي فاتوا بدأت تظهر بعض الممولين اللي عندهم مشكلة ان الفواتير بتاعتهم بتعتبر غير صحيحة، وهم بيكونوا عندهم توكن او هم بيبقى عندهم توقيع الكتروني خاص بإحدى الشركات اللي واخدة الترخيص من إتيدا. هنا مش بتبقى المشكلة عندنا احنا في المصلحة كمشكلة تكنيكال على قد ما ان المشكلة نفسها في السوفت وير الخاص بالتوكن بتاعك، وانك انت لازم تبدا تعمل له ابديتنج، ولازم تبدا تعمل له ابلودنج تاني، ولازم تبدا حضرتك تجدد السيرتيفيكت بتاعتك. وانا مش تجدد السيرتيفيكت مش قصدي ان انت تجدد الاشتراك، لا، ان انت تبدا تجدد الشهاده اللي انت واخدها من شركه التوقيع الالكتروني. وعشان خاطر كده معظم ردودنا والمشاكل الخاصة بالموضوع ده بتبقى مشكلة تكنيكال بتبدأ تحلها شركة التوقيع الإلكتروني، وفي مجموعة من الخطوات البسيطة اللي بنبدأ نعملها على الجهاز بتاعتك لحل المشكلة الخاصة بالتوقيع الإلكتروني. والحمد لله يعني لحد دلوقتي ممكن نقول ان احنا تجاوزنا المشكلة دي للشركات اللي بدأ يبقى عندها معلومات. كنت من الضروري ان انا لازم انوه لحضراتكم انك انت لازم تتغلب على المشكلة دي من خلال انك انت تبدأ تتواصل مع خدمة العملة الخاصة بشركات التوقيع الالكتروني علشان خاطر تقدر نتجنب تلك المشكلة. برضو الفترة الأخيرة من المشكلات الخاصة بمنظومة الفواتير الإلكترونية إن في ناس كتير بتعتقد إن منظومة الفواتير الإلكترونية هي ما بتعبرش إلا عن وظيفة واحدة فقط، وهي إثبات الإيراد اللي هي الفواتير. زي ما حضراتكم عارفين ان بتصميمنا لمنظومة الفواتير الالكترونية هو منظومة بنحول فيها المستندات الورقية الى مستندات الكترونية، بنحول فيها المستندات الورقية الى المستندات الالكترونية. وطبعا اي شركة او اي ممول لازم يبدأ يثبت المستندات بتاعته او الشغل بتاعه، فعلشان يثبت المستند بتاعه والشغل بتاعه لازم دلوقتي لازم يثبته بشكل الكتروني، ولازم يكون على المنظومة اللي احنا بنسميها منظومة الفواتير الالكترونية. وبالتالي في عندي اكتر مستند لازم تخلي بالك منه، في مستند اسمه الفاتورة الالكترونية، في مستند اسمه الاشعار المدين، وفي مستند ثالث اسمه الاشعار الداني.
الحقيقة مستند الفاتورة هو الإشعار المدين والإشعار الدين، ليهم وظائف بتختلف وفقا لطريقة الإثبات عند حضرتك في الشركة بتاعتك. بالتالي انت لو عندك ايراد وحضرتك عايز تثبته يبقى لازم تثبته بالفاتورة، لان طبيعي جدا ان محاسبيا ان الفاتورة هي الدليل الاثبات او هي المستند اللي انا ببدأ استخدمه لاثبات الايراد بتاعي، سواء بقى كان الايراد ده كان ايراد رئيسي متمثل في المبيعات او ايراد الناتج عن تقديم الخدمات، او كان الايراد ده ايراد عرضي حضرتك بتقدمه، سواء كان بقى ايراد مرتبط بثروه عقاريه او ايرادات مرتبطه ببيع مخلفات او ايرادات اخرى على حسب طبيعه الشغل عند حضرتك. انت مثلا نشاط رئيسي وفي مثلا نشاط عرضي عندك مثلا بتنقل المنتجات بتاعتك، يبقى في هنا خدمه نقل فلازم تطلع فاتوره بخدمه النقل، يبقى هنا اذا الايراد لازم يتثبت بالمستندات دي. لكن لما نيجي نتكلم على القوانين الضريبيه ففي هناك بعض الامور بتبقى خاضعه لضريبه القيمه المضافه، لكن هي في حد ذاتها مش لا تعتبر ايراد، زي بالظبط كده في قانون ضريبه القيمه المضافه بنتكلم على انك انت لو حصلت على جزء من ثمن السلعه مقدم، تمام، ده خاضع لضريبه القيمه المضافه، زي بالظبط كده الاستهلاك الخاص ده خاضع لضريبه القيمه المضافه، زي مثلا الاستخدام الشخصي ده خاضع لضريبه القيمه المضافه، مثلا زي التكليف العكسي ده خاضع لضريبه القيمه المضافه. الاربع بنود او الخمس بنود وغيرهم طبعا من البنود دول في حد ذاتهم لا يعتبروا بالنسبه لحضرتك ايراد، فبالتالي لازم ضروري جدا انك انت لازم تبدا تستخدم المستندات الاخرى اللي خلاف الفاتوره لعمليه اثبات تلك المعاملات. وده اللي بيخليني ااكد لحضراتكم يعني ايه كلمه اشعار مدين ويعني ايه كلمه اشعار دين. اشعار مدين معناها انك انت مدين لمصلحة الضرائب بالضريبة اللي حضرتك حصلتها. يعني ايه مدين لمصلحة الضرائب؟ لما نيجي نتكلم مثلا في ضريبة القيمة المضافة، انت كمؤدي خدمة او كبايع سلعة، لما حضرتك بتقدم خدمة لحد او بتبيع سلعة لحد او لما بتحصل على دفعة مقدمة او انت مفروض انك انت لما بتقدم السلعة دي بيبقى عليها ضريبة، تمام كده، مفروض انك انت بتحصل القيمة وبتحصل الضريبة، تمام. يبقى انت كده حصلت حاجتين، حصلت القيمة وحصلت الضريبة، طبعا زي ما احنا عارفين ان القيمة دي بتاعت حضرتك، لكن الضريبة انت مدين ليها لمصلحة الضرائب، وبالتالي انك انت لازم تبدأ تورد الضريبة دي لمصلحة الضرائب. يبقى دي مميزات الاشعار المدين، انت لو في حاجه هتزود بيها الضريبه لمصلحه الضرائب بتستخدم بيها اشعار مدين، ولو في حاجه هتقلل بيها الضريبه بتستخدم اشعار داين. يعني مثلا لو في عايز تثبت مثلا مردودات مبيعات ممكن بتستخدم مثلا الاشعار الايه الداين. يبقى دي مشكله مهمه جدا ان في شركات وممولين بيستخدموا فقط فكره الفاتوره لكن مش بيستخدموا باقي المستندات الاخرى اللي هي زي الاشعار المدين والاشعار الدائم. فانا كنت لازم انوه ان المستندات دي حضرتك لازم تبتدي تستخدمها. ده 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 يعني ده معظم المشكلات او الامور اللي ظهرت مؤخرا لغايه لما ابدا ارد على الاستفسارات الخاصه بحضراتكم. عايزين نقول في حدث تم بشكل مهم جدا يوم 9/4 الاخير خاص بمنظومه الفواتير الالكترونيه والايصال الالكتروني، وهو صدور قرار معالي وزير ماليه رقم 188 لسنة 2023. القرار ده صدر علشان يبدأ يعدل بعض البنود ويبدأ يضيف بنود جديدة في اللوائح التنفيذية للقوانين الضريبية المختلفة.
يعني مثلا بدأ يزود في المادة الأولى مادة جديدة اسمها 38 مقرر في اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل، واللي بنتكلم فيها ان صافي الربح بينتج عن ان الإيرادات بستبعد منها المصروفات والتكاليف. هنا المادة جت بتقول لي ايه؟ ان لازم المصروفات والتكاليف تكون بفواتير إلكترونية. طب لو انا جايب مصروفات وتكاليف بفواتير ورقية، هل يتم الاعتداد بيها ولا لأ؟ لا، مش هيتم الاعتداد بيها الا اذا كان مصدر الفاتورة ما كانش لسه تم الزامه، فهنبدأ نستخدم الفواتير الورقية. خلاف ذلك انا لازم يبقى في فواتير الكترونية علشان اعتد بالمصروفات والتكاليف في ضريبة الدخل. دي المادة الاولى من القرار. لما نيجي نتكلم على المادة الثانية من القرار، اتكلمت على ان في اضافة لمادة جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة 28 مقرر. بنقول ايه في المادة دي؟ بنقول في المادة دي ان في ضريبة القيمة المضافة، لما بنيجي نعمل اقرار ضريبة القيمة المضافة للسلع العامة والخدمات العامة، بنقول ان المبيعات ناقص المشتريات، ضريبة المبيعات ناقص ضريبة على المدخلات بيديني الضريبة المستحقة. بدأنا نتكلم على الضريبة على المدخلات، وبدأنا نقول ايه في الضريبة على المدخلات؟ ان لو كانت الضريبة على المدخلات بفواتير الكترونية هي فقط اللي هيعتد بخصم الضريبة على المدخلات. طيب لو هي جت بفواتير ورقية من بعد 1/7 اللي جاي، لا كده مش هيعتد بتلك الضريبة ومش هينفع نخصمها في اقرار ضريبة القيمة المضافة الا إذا كانت بفواتير ورقية من حد ما لسه ما تمش إلزامه بمنظومة الفواتير الإلكترونية. طب هل الموضوع فقط خاص بخصم الضريبة على ضريبة القيمة المضافة ولا شامل كمان الرد الضريبة؟ لا يا جماعة، هو عندي خصم الضريبة والمردودات، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا جماعة من فترات كتير قوي. خدوا بالكم يا جماعه ان من 1/7 اللي جاي مش هيعتد بالمصروفات، مش هيعتد بالتكاليف كمصروفات في ضريبه الدخل، تمام، ومش هيعتد بالمصروفات وضريبه المدخلات في ضريبه القيمه المضافه، ومش هينفع نردها، تمام، الا اذا كانت بفواتير الكترونيه. وده يا جماعه اللي توجوا معانا قرار رقم 188 لسنه 2023. طب هل القرار اكتفى بكده فقط؟ قالك لا، ده كمان زود ماده 41 في اللائحه التنفيذيه لقانون الاجراءات الضريبيه الموحد، اللي هو كمان ضاف لبعض البيانات اللي موجوده في الفواتير الالكترونيه في الماده 37 من نفس اللائحه. قال ايه؟ قالك ان اي فاتوره لازم تصدر لازم يتوفر فيها التسع بيانات دول. ايه هم بقى التسع بيانات دول؟ اول حاجة لازم يتحط فيه كود السلعة او الخدمة اللي موجودة اللي انت حضرتك هتبتدي تبيعها، كود السلعة او الخدمة اللي حضرتك هتبتدي تبيعها. تاني حاجة انك انت لو حضرتك بتبيع بعملة اجنبية يبقى لازم تستخدم سعر الصرف اللي اصدره البنك المركزي في تاريخ عملية الايه البيع اللي حضرتك قمت بيها. تالت حاجة انك انت لازم تحدد المشتري، هل هو شركة ولا شخص ولا اجنبي، تمام، مش كده وبس، قالك لو ان الشخص او الطرف اللي انت حضرتك هتبيع له مالوش رقم تسجيل لازم تحط الرقم القومي الخاص بيه وفقا للمعدلات اللي احنا عارفينها، ان هي في الفاتورة 50,000 جنيه وفي منظومة الايصال 150,000 جنيه، والحاجات دي ما حطيناش الارقام دي في اللائحة لانها هتكون قابلة للتعديل وفقا لمجريات الامور.
قال لك كمان انك انت لازم حضرتك تحط كود النشاط وكود الفرع الخاص بيك كراجل مصدر للفاتوره. لازم كل فاتوره لازم يكون عليها كيو ار كود، لازم كل فاتوره لازم يكون عليها يو يو اي دي، لازم تتحدد الكميه اللي حضرتك هتبيعها للطرف الثاني، لازم حضرتك تحدد الضريبه والضرائب الاخرى والرسوم على كل فاتوره حضرتك بتبتدي تبيعها. يبقى بالتالي عندي 9 بيانات اساسيه لازم يكونوا موجودين على منظومه الفواتير الالكترونيه. في نفس الماده اتكلم على ان لازم في خلاف ال9 بيانات دول يبقى في كمان مجموعه من البيانات اللي لازم تبقى موجوده في الايصال. يعني ايه؟ مثلا انك انت في الايصال لازم على كل ايصال لازم يتحط رقم البي او اس اللي هو نقطه البيع، لازم يتحدد طرف اللي انت حضرتك هتبتدي تبيع له المشتري، لازم تتحدد طريقه السداد اللي حضرتك هتبتدي تسدد بيها او هتحصل بيها من المشتري. بالنسبه للمرافق، ايصال المرافق لازم يتحط رقم المشترك او رقم المسدد لقيمه المرافق اللي هي الكهرباء والميه والغاز. في نفس الماده برضو اللي هي ماده 41 اتكلمت اكتر على الايصال المهني اللي بيطلعه المهنيين. قال لك في الايصال المهني لازم يتوفر مجموعه من البيانات، لازم يتوفر اسم مؤدي الخدمه، ولازم يتوفر عنوانه والرقم القومي الخاص به ورقم تسجيله الضريبي ورقم قيده في النقابه، ولازم يتبين او يتكتب اسم المستفيد، ولو فوق حد معين 150,000 لازم تتحط الرقم القومي بتاعه، لازم تتحدد نوع الخدمه، ولازم تتحدد نوع ضريبه نوع الخدمه وقيمه الخدمه وضريبه الجدول وطريقه السداد. يعني اذا في مجموعه من البيانات اللي موجوده في قرار اللي تم صدوره من معالي وزير الماليه، قرار 188 بتاريخ 9/4/2023، وده حضراتكم علشان ناس كتير جدا كانت بتسألنا هو ان شاء الله من 1/7 الجاي هنعتد بالمصروفات لو كانت من غير فواتير الكترونية. القرار ده بدأ يوضح الموضوع ده بشكل قوي جدا بما هو مرتبط به ضريبة الدخل وما هو مرتبط به ضريبة القيمة المضافة والبيانات اللي لازم تتوفر في الفواتير الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والإيصال الخاص بالمرافق والإيصال المهني. أنا كده حبيت إن أنا أعرض لحضراتكم بعض المستجدات الخاصة بالمنظومة نفسها. تعال بقى نتكلم مع حضراتكم على الأسئلة اللي حضراتكم قمتوا بعرضها أو بإطلاقها، وحاول إن شاء الرحمن إن أنا أرد على الأسئلة دي. السؤال الأول بيقول لي سؤال طويل قوي، يعني ممكن نلخص السؤال شويه يا فندم لان السؤال طويل جدا. ممكن نسال ناخد مثلا سؤال استاذه كريمه عثمان اللي هو الخاص بشراء سلع او خدمات من جهات خارجيه زي مثلا برامج كمبيوتر وتكاليف شراء الدومين للموقع الالكتروني، هذه الجهات لا علاقه لها بالنظام الضريبي المصري، ازاي يتم اثبات المصاريف دي طالما لن يعتد الا بالمصروفات بالفاتوره الالكترونيه او الفاتوره الالكترونيه المصريه تسري على الممولين الامريكيين وغيرهم. ده السؤال ده يا استاذه كريمه حابب ان انا ارد على حضرتك عليه. طبعا حضرتك كده معناه انك انت بتستوردي خدمه من خارج جمهوريه مصر العربيه. في عند حضرتك طريقين للموضوع ده. الطريق الاول اما الشركه الاجنبيه تقوم بالتسجيل
على نظام تسجيل الموردين المبسط وتاخد رقم تسجيل ضريبي مصري، وبالتالي هي هتبدأ تصدر لحضرتك فاتورة وبتقر عن تلك الأعمال، وبالتالي يعتد بتلك المصروف. طب في حالة تعثر ذلك، انت حضرتك تثبتي المصروف ده عن طريق انك انت بتبدأي تعملي حاجة اسمها اشعار مدين على منظومة الفواتير الالكترونية، والاشعار المدين ده هو بمثابة اثبات لعملية التكليف العكسي، وبتبدأي حضرتك تثبتي فيه قيمة ضريبة القيمة المضافة. مش كده وبس، كمان بنبدأ نقدمه على نموذج 10 او نموذج 111 على حسب طبيعة الخدمة هي خاضعة بأنهي سعر من أسعار الضريبة، وبالتالي تقدري كده تعتمدي تلك المصروفات. أستاذ أشرف كمال بيقول لي في حالة قانون 152 لسنة 2020 الضريبة القطعية كيف سيتم خصم المشتريات؟ طبعا لما بنيجي نتكلم على قانون 152 فهو قانون بيعالج ضريبة الدخل فقط، لكن مش بيعالج ضريبة على القيمة المضافة، وده معناه ان في قانون 152 احنا بنحاسبك ضريبة الدخل بدل لقانون 91 لسنة 2005، واللي زي ما حضراتكم عارفين ان في القانون ده بنبدأ نحسب الضريبة على الضريبة القطعية على رقم الأعمال ودون خصم المشتريات، يعني مش بهتم بالمشتريات والمصروفات يا أستاذ أشرف. وبالتالي لو مثلا رقم المبيعات بتاعك 250 ألف جنيه فيما أقل، باخد 1000 جنيه من 250 ل 500، باخد 2500، من 500 ل 1 مليون باخد 5000، ببدا اتدرج بالضريبه وفقا دي النسب. خد بالك انا بحسب هنا الضريبه على ايه يا فندم؟ بحسب الضريبه على رقم الاعمال دون النظر الى المشتري. ده كده اسمه قانون ضريبه الدخل. بالنسبه بقى لضريبه القيمه المضافه، لا انا بهتم جدا في ضريبه القيمه المضافه ان انا ببدا اشوف المبيعات بتاعتك اللي هي بالفواتير الالكترونيه، وبشوف المشتريات بتاعتك اللي هي بتبقى بالفواتير الالكترونيه، وببتدي اجيب المبيعات بتاعتك وبستبعد منها المشتريات بتاعت حضرتك. فانا بقول لحضرتك لو كانت المشتريات دي بفواتير الكترونيه هعتد لك بخصم الضريبه على المدخلات، ولو كانت المشتريات دي بدون فواتير الكترونيه فيبقى صعب جدا ان انا اخصمها كاقرار قيمه مضافه. في سؤال برضو جاي لي من استاذ حازم السيد بيقول لي في شركات في المواني مش بتطلع فواتير الكترونيه لحد دلوقتي، وبتقول مش تعرف حاجه عن الفواتير الالكترونيه، وانا مجبر اني اتعامل معاهم لانهم داخل الميناء. ايه الحل دلوقتي في اعتماد التكلفه ابتداء من اول يوليو؟ انا عايز بس يا استاذ حازم حضرتك تقول لي بس الشركات دي موجوده في انهي نطاق في اي ميناء من المواني، واحنا ان شاء الله هنكثف عمليه التوعيه لتلك الميناء والشركات الخاصه بيها، وان شاء الله حتى 1/7 باذن الله تعالى ان شاء الله هيكون تلك الشركات استجابت وهتبتدي تصدر لفاتورة إلكترونية من 1/7. أستاذة نيرين فوزي بتقول لي للوسيط الحر في التأمين بيتعامل من خلال شركات تأمين وبياخد عمولة من تلك الشركات، هل الشركة المسؤولة لإصدار الفواتير ولا الوسيط وكيف؟ أستاذة نيرين المسؤول عن إصدار الفواتير هو اللي بيحصل على إيراد، فمين اللي بيحصل على إيراد؟ اللي بيحصل على الإيراد هو الوسيط اللي هو البروكر اللي هو بيبدأ يجيب العميل لشركة التأمين، تمام؟ وبالتالي البروكر هنا بياخد العمولة بتاعته، فهو اللي بيحقق هنا إيراد، فعلشان يحقق إيراد بيبدأ يصدر فاتورة إلكترونية. ازاي بقى يا أستاذ نيرين يصدر فاتورة إلكترونية؟ لازم يتسجل على المنظومة ولازم
يكون بند اسمه العمولة، وعملية التسجيل والتكويت في الوقت الحالي ما بتتجاوز الأربع أيام على بعض. ممكن في اليوم الرابع كمان أبدأ أصدر لشركة التأمين فاتورة وتبتدي تحصلي على الإيراد الخاص بحضرتك. أستاذ محمود محمد بيقول لي شركة مسجلة في الفاتورة الإلكترونية وتصدر فواتيرها ورقية وفواتير إلكترونية، ما وضعها؟ عايزين نتفق يا جماعة إن مفيش في الوقت الحالي ما يمنع من إصدار فواتير ورقية، يعني مفيش ما يمنع من إصدار فواتير ورقية، تمام؟ لكن المشكلة عندي هنا إن لو إن الفواتير الورقية دي ما تمش ترجمتها لفواتير إلكترونية، ممكن شركات في الوقت الحالي ما زالت بتشتغل بفكرة بارل، يعني هي بتشتغل ورقي وبتشتغل إلكتروني في نفس الوقت، وبالتالي طبيعي جدا إن هي بيبقى عندها إنترنال كنترول داخلي خاص بيها، فعلشان خاطر كده الأكاونتنج سيركل بتاعتها بتعتمد على لسه الفواتير الورقي، بتعتمد على الدوكيومنت ريسايكل، فما فيش اي مشكله تشتغل ورق. بس هي المشكله دلوقتي ان لازم اي فاتوره ورق بيتم اصدارها لازم يكون مقابلها فواتير الكترونيه. شكرا استاذه كريم، شكرا استاذ اشرف. استاذ اسلام ابراهيم بيقول لي في شركة تابعة لغرفة السياحة بيتم التنازل للبنك عن سداد ضريبة القيمة المضافة عن القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للضريبة وجبة الأداء، وصل لشركة. لا أنا مش فاهم يا أستاذ إسلام الرأي، يعني أنت حضرتك قصدك بإيه؟ هل الموضوع مرتبط بالفاتورة ولا موضوع مرتبط بضريبة القيمة المضافة، ولا هل تتعامل بالعملة الأجنبية ولا بتتعامل بإيه؟ لأ أنا محتاج أكتر حضرتك توضح لي السؤال علشان أعرف أوضح لحضرتك. أستاذ حازم السيد بيقول لي شركة منهم شركة حكومية الشركة العامة ماشي للصوامع، مالها الشركات دي؟ لو حضرتك يعني تقول لي مالها الشركات دي حضرتك علشان اقدر ارد على حضرتك. استاذ محمد رضا بيقول لي اضمن منين ان الشركه اللي بتعامل معاها وبشتري منها حاجات ما تكونش بتطلع فواتير لغيري وتكون فواتير وهميه؟ بص حضرتك يا استاذ محمد، طبعا عمليه ان تبقى فواتير وهميه بالنسبه لمنظومه الفواتير الالكترونيه بدات تبقى صعبه جدا 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 في الوقت الحالي، وخاصه بعد صدور القرار الخاص بمعالي وزير الماليه رقم 188 ان البيانات اللي لازم تكون موجوده على الفواتير من ضمنها كمية ومن ضمنها كمية المبيعات وأكواد الأصناف والأسعار والضريبة والحاجات دي كلها. احنا في دلوقتي عملية تتبع الفواتير أصبح أونلاين، يعني في حاجة اسمها دلوقتي حاجة اسمها الأونلاين سكرتوني اللي هو التدقيق والتقييم الإلكتروني. الموضوع مش مجرد أنت تصدر فاتورة والطرف الثاني بياخد فاتورة وخلاص زي ما كانت على المنظومة على منظومة الفواتير الورقية، وكنا بنطلع على الفواتير لما حضرتك كنت بتقدم إقرار ضريبة القيمة المضافة. الموضوع دلوقتي إن أنا ببدأ أعمل عملية التدقيق وعملية المراجعة وعملية الريسك أسسمنت وانس أنت حضرتك أصدرت الفاتورة بتاعتك. ازاي هو هيبيع لحضرتك كميه وهو كان مش عنده الكميه دي؟ فبالتالي حضرتك عمليه انك انت تضمن ان الفواتير دي فواتير سليمه، طول ما انت بتشتري فواتير سليمه واذن الاستلام بتاعتك سليمه والتحويلات البنكيه بتاعتك او السداد النقدي بتاعك سليم، كل الامور دي ان شاء الله بشكل قوي جدا هتلاقيها موجودة ومش هيبقى فيها ان شاء الله اي مشكلة. ولو في اي مشكلة عند حضرتك بخصوص ان انت شفت شركة وهمية بتصدر اي فاتورة، ممكن حضرتك تتصل بينا على 16395 علشان خاطر نقدر نتعامل مع تلك الشركات. استاذ محمد عبد الوهاب بيقول لي
اخبار التسجيل الفاتوره الالكترونيه الضريبيه، مش عارف اقرا ولا لا، الخاصه للشركات المورده للخارج البلاد، مع العلم استخدام المواد المورده للاستخدام الشخصي مش بغرض الاتجار لصالح هيئه حكوميه. انت حابب تتكلم على ان في شركه انت بتستورد منها، مش عارف انا كده فاهم السؤال صح ولا غلط، وان الحاجات دي انت بتستخدمها شخصي ولا لا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انك انت علشان تبتدي تستورد اي سلعه من خارج جمهوريه مصر العربيه، يبقى انت لازم حضرتك تستوردها عن طريق مصلحه الجمارك. وزي ما حضراتكم عارفين ان مصلحه الجمارك علشان تبدا تسجل اي سلعه لازم تكون في حاجه اسمها التسجيل المسبق، والتسجيل المسبق ده هو عباره عن تسجيل الخامات او تسجيل المنتجات اللي انت بتبتدي تستوردها، اللي هي منظومه الاي سي اي. بعد كده حضرتك لما بتسجل على منظومه الاي سي اي بتسجل انت عايز تستورد ايه، وتستورد سلع وتستورد خامات وتسجل الاكواد وبتاخد الموافقه والبضاعه بتيجي من بره. ظهرت تعليمات في الاخر ان الاكواد دي لازم تتسجل على منظومه الفواتير الالكترونيه. كل الامور دي كنترول مهم جدا علشان يقلل لك عمليه ان او يحل محل الفاتوره الالكترونيه للطرف الاجنبي. وبنعتبر الفاتوره الالكترونيه اللي جايه من الطرف الاجنبي هي اذن الافراد الجمركي اللي خارج من مصلحه الجمارك. السؤال اللي بعد كده من أستاذ أحمد كمال: جميع الموردين وسط البلد وبالتحديد في مناطق معينة، ودول بيعتبروا حضرتك من وجهة نظرك قطاع كبير، تمام. احنا زي ما حضرتك عارف يا أستاذ أحمد ان احنا مدين مهلة لتسجيل المنشآت حتى 30/4 المقبل بإذن الله تعالى. من بعد 30/4 ان شاء الله مصلحة الضرايب وفقا لتوجيهات معالي وزير المالية هتتخذ الاجراءات القانونية قدام تلك الجهات اللي لسه ما اتسجلتش على منظومة الفواتير الالكترونية، وده ممكن يعرضها لعقوبة في حالة عدم تسجيلها لمنظومة الفواتير الالكترونية. واحنا ان شاء الله هنكثف بشكل اكتر التوعية لتلك المؤسسات وتلك الشركات بحيث ان شاء الله تقدر تنضم للمنظومه في اسرع وقت ممكن. استاذ حازم السيد بيسالني سؤال: في حاله استيراد بضاعه من شركه خارج مصر ولا يوجد مصاريف شحن تدفع لشركه اجنبيه خارج مصر، كيفيه معالجه قيمه البضاعه والمصاريف الخارجيه؟ جاوبت على السؤال ده يا فندم ان استيراد اي بضاعة من خارج جمهورية مصر العربية دي بتبقى عن طريق شهادة الافراج الجمركي، بتبقى محملة بالاعباء والمصاريف، وبتعتبر شهادة الافراج الجمركي خلال الفترة اللي جاية هيتم ربطها بمنظومة الفواتير الإلكترونية بشكل قوي جدا، بحيث إن شاء الله إن الفواتير دي هتيجي لحضرتك بشكل رئيسي على بورتال المشتريات. طيب السؤال اللي بعد كده حضراتكم: في حالة استيراد بضاعة، قلناها ده السؤال ده، السؤال بعد كده بيقول لي أستاذ سامح: لو في اختار توقف مؤقت ملزم بالتسجيل في منظومة الفواتير الإلكترونية. الحقيقة يا فندم لا، الاختيار التوقف المؤقت مش بيخليك تمتنع من تسجيل على منظومة الفواتير الإلكترونية. التوقف النهائي هو اللي بيمنعك من التسجيل على منظومة الفواتير الإلكترونية. السؤال اللي بعد كده من أستاذة هالة فهمي: عند التصدير من مصر بينهم عند التصدير من مصر بينهم اتفاقيات دولية، هل للفواتير المصدرة تحسب لها قيمة مضافة ومين يتحملها؟
البائع ولا المشتري. لما بنيجي نصدر يا فندم بضاعة لخارج جمهورية مصر العربية، ضريبة القيمة المضافة بيكون السعر الضريبي بتاعها سعر صفر، فبالتالي بتبقى مش بيبقى موجود ضريبة على السلع المصدرة لخارج جمهورية مصر العربية. أستاذ نشأة فكري بيقول لي في سؤال، في معظم القطاعات الحكومية تحتاج فاتورة ورقية، ما أضرار ذلك هذا نهاية العام؟ مفيش مشكلة يا فندم، ممكن حضرتك بعد ما تصدر الفاتورة الإلكترونية تطبعها وتوردها للجهة الحكومية. السؤال اللي بعد كده، في محلات قطع غيار بيبيع من غير فاتورة بتدخل عند مصاريف غير محددة تؤدي إلى شبه تهرب وتربح. طب هنا طبعا حضرتك احنا بنبذل يعني حضرتك بلغ، قول لنا مين المحلات اللي بتبيع دي من غير فواتير الكترونيه، واحنا ان شاء الله باذن الله تعالى نبعت لها لجان علشان تبدا تعمل لها توعيه للتسجيل على المنظومه. استاذ يوسف بيقول لي في شركات بترمي عليا فواتير ما تخصنيش وبعمل رفض، بيعملوا الغاء للرفض وترجع صحيح تاني، ايه الحل؟ حضرتك توجه لي يا استاذ يوسف الى المأمورية اللي حضرتك تابع ليها وتبدا تسلمهم الفواتير اللي مش مظبوطه دي، واحنا كمصلحه الضرائب هناخد الاجراءات القانونيه اتجاه مصدر الفاتوره. حازم السيد، متى يتم ظهور إذن الإفراج على الفاتورة الإلكترونية، وهل في مخطط لإرسال إقرار قيمة مضافة من نفس بورتال الفاتورة الإلكترونية باستخدام البوابة الإلكترونية القديمة؟ إن شاء الله في هناك ربط ما بين منظومة الإفراج، منظومة مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية، قريبا جدا إن شاء الله عن طريق شبكة جي تو جي هيتم إن شاء الله ظهور شهادات الإفراج على بورتال الفواتير الإلكترونية. طبعا بالنسبه لمنظومه بوابه الاقرارات الالكترونيه القديمه دي، ان شاء الله بمرور الوقت هيتم الغاء تلك المنظومه والدخول في منظومه الكور تاكسيشن سيستم وفقا للخطه اللي اقرتها مصلحه الضرائب المصريه لعمليه التطوير، وبالتالي ان شاء الله خلال وقت قريب جدا هيتم عمليه احلال الشبكه القديمه بالشبكه الجديده، وعمليه ان الفواتير بيتم اعداد بيها اقرار. لازم نفرق هنا يا جماعه ما بين نقطتين مهمين جدا، ان منظومه الفواتير ليها اغراض اقتصاديه ومنظومه الاقرارات ليها اغراض اخرى. منظومه الاقرارات هي بيترتب عليها اعباء ضريبيه حضرتك لازم تبدا تقوم بسدادها، اما منظومه الفواتير فسواء بقى حضرتك انت مسجل في ضريبه القيمه المضافه او غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه، بتبيع سلعه معفيه، بتبيع سلعه خاضعه، بتبيع سلعه غير خاضعه، بتبيع جوه مصر، بتبيع بره مصر، بتبيع في منطقة حرة، بتبيع في أي تعامل، أي تعامل بتاعك لازم يكون على منظومة الفواتير الإلكترونية. أستاذ عرفة بيقول لي لو عندي مؤسسة فردية وقفت استيراد من سنة ونص ومش ناوي أكمل ومش عايز أسجل في الفاتورة الجديدة أعمل إيه؟ على طول يا استاذ عرفه تتوجه الى ماموريه القيمه المضافه وضريبه الدخل ويقوم بحضرتك الغاء تسجيلك وانك انت تسلم البطاقه الضريبيه واعمل توقف نهائي. من هنا بتبتدي حضرتك تبدا ما تسجلش نفسك على منظومه الفواتير الالكترونيه، ومن هنا يبتدي حضرتك يعني زي ما بيقولوا كده بتلغي النشاط بتاعك وبتتوقف نهائي عن ممارسه النشاط.
كده تقريبا انا غطيت كل الاستفسارات وكل الاسئله اللي كانت موجوده في اللقاء الخاص بالنهارده. حابب انوه في نهايه اللقاء ان في استبيان خاص بمنظومه الفواتير الالكترونيه موجود على الصفحه الرسميه لمصلحه الضرائب. الاستبيان هدفه هو ان احنا بناخد الراي العام، يعني في جزء كبير من الاسئله اللي انا جاوبتها دي موجوده بالاستبيان. لازم انت ككل ممول لازم يخش يبدا يبدي رايه في المنظومه، يبدا يقول لنا ايه هي المشاكل اللي قابلته في منظومه الفواتير الالكترونيه، ايه هي رؤيته في ازاي بعض الجهات او بعض القطاعات اللي مش متسجله على المنظومه. هو استبيان عبارة عن 10 ورقات وعشر سوري أسئلة، مش 10 ورقات، 10 أسئلة حضرتك بس هتبتدي تخش تملاهم، ويبقى أنت كده فتنا بشكل كبير جدا وفت المنظومة الضريبية بأكملها. عايز أكد لحضراتكم إحنا في مصلحة الضرائب المصرية دايما بنكون على قدم الوساق في أي جديد أو أي استحداثات في المنظومات المختلفة. بدعو حضراتكم وبدعو السادة المشاهدين إن هم يتابعونا في القنوات المتعددة للمنظومات المختلفة اللي إحنا بنقدمها. عندنا بنقدم ندوات على قدم الوساط كل يوم في 3 ندوات في الموضوعات المختلفة بما فيها منظومة الفواتير ومنظومة الإيصال الإلكتروني والمنظومات المختلفة للإقرارات ومنظومة الكور تاكسيشن، في أمور مرتبطة بعملية الرد عن الاستفسارات وحل كل المشكلات، وده اللي بيقوم به الكور تاكسيشن أو بيقوم به مركز الاتصالات المتكامل. كل ده علشان خاطر ننجح كل المنظومات المختلفة. أنا في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة على برنامج مسؤول على الهوى. إن شاء الله بإذن الله تعالى متمنين من ربنا دوام التوفيق لمصلحة الضرائب المصرية ودوام التوفيق لحضراتكم جميعا. وفي نهاية اللقاء أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.